نتابع مع بعض لحظة سقوط القمر، وقصدي الصاروخ الصيني اللي غلبنا أيام. الحمد لله إن شاء الله وتم سقوطه يعني بدون أدنى خسائر، الحمد لله رب العالمين، وتم سقوط القمر على خير والحمد لله. كانت ثلاث أيام اللي فاتت كانت أيام عصيبة جدا 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 جدا، والحمد لله خلصنا منها على خير. والحمد لله كانت الناس على قلب رجل واحد، وكلهم فعلا كانوا مترقبين الأحداث على قلب رجل واحد والله، ورب ضارة نافعة. والحدث ده بين ان في تعاطف ووحدة بين قلوب البشر بصفة عامة، حتى لو كان ظهر يعني احنا غطينا الاحداث حوالي ثلاث ايام، ولكن قد يكون ظهر معانا في الشات واحد او اثنين من هي قلوبهم ضعيفة، فده مش هيأثر على الناس اللي هي بتكون قلوبها طيبة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أثبت الموقف ده إن الناس كانت متعاطفة مع بعضها، وساعة ما كان بيمر على السعودية أو بيمر على منطقة حيوية، وكان على كل البشر بصفة عامة، ولكن هناك مناطق فعلا كنا خايفين عليها جدا 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 والله، وكانت تدمع العين لما كان بيمر على بلاد الشام والسعودية وبلاد المغرب والجزائر ومصر أيضا. والله يعني شفنا أيام عصيبة، و أثبت هذا الصاروخ إن إحنا كلنا كنا على قلب رجل واحد، وخيركم فعلا كلنا كنا نازلين بالاستغفار، كلنا كنا نازلين بالاستغفار، وخاصة كنا في ليلة قدر، كنا في ليلة قدر، والحمد لله رب العالمين تم سكوت وتحطم الصاروخ الصيني اللي كان كل العالم يعني مرعوب منه فعلا فعلا، والحمد لله على كل حال خلصنا منه بخير وسلام. فزي ما احنا شايفين اللحظات الأخيرة في تحطم هذا الصاروخ اللي كان مسبب قلق وذعر فين في المنطقة في العالم ككل، والحمد لله رب العالمين خلصنا منه على خير، خلصنا منه على خير. والموقف ده أثبت لنا إن الناس كانت متعاطفة مع بعض، وأيضا عرفنا ناس طيبة كتير، وكسبنا ناس كتير كان معنا في اللايف، شكرا لهم، ألف شكر، شكرا لهم، بارك الله فيهم إن شاء الله. وإن شاء الله هذه الغمة ما عادتش تحصل تاني، وربنا يسهل إن شاء الله، ويكون العالم في أمان وسلام إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. والحمد لله ان هو سقط بخير وبأدنى خسائر، و دي طبقا لقانون الدفع والتصادم، ولما نفذ الوقود طبعا واقترب من الغلاف الجوي، فكان لازم ان هو يتحطم ويتفكك ويتنصر
الحمد لله في المحيط الهندي والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكل اللي تابعنا وشكرا لكل اللي كان واقفة بقلبه ووقفة شعب مع بعضه، مش شرط هو كان مسلم او غير مسلم او اي دينه، ما كانش حد بيدور على ده، كان بيدور على انها روح بشرية وكل العالم كان واقف على قلب رجل واحد ومترقبين الحدث. والحمد لله رب العالمين كانت النتيجة كويسة وتم سقوطه في المحيط الهندي، وهذا كنا ما نتمناه، وخاصة اننا كنا في صباح ليلة وترية، ليلة قدر، ليلة 27. والحمد لله رب العالمين، ربنا ستر والعقوبة كانت كويسة والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، شكرا أعزائي، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان واقف مع الحدث ومتابع الحدث. ربنا يصلح حالكم جميعا ويبارك فيكم يا رب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح للرياضيات.